أحسن الله إليكم الأخت أم عائشة تقول ابنتي تؤخر صلاة العشاء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا بصفة دائمة وهي على هذه الحال وخصوصا في أيام الشتاء ما رأي الشيخ في ذلك؟ يجوز تأخير الصلاة بل هو أفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل هذا أفضل إلا لمن يرتبط بجماعة فلا يصلي مع الجماعة وكذلك من يخاف من النوم ويغالبه النوم فإنه يصلي قبل أن ينام وأما من يقوى وليس مرتبطا بجماعة فإنه الأفضل أن يؤخره إلى ثلث الليل نعم